أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم المال الذي يأخذه صاحبه من احتراف في لعب كرة القدم؟ أنتم سبق لكم الإجابة أكثر من مرة، إن جميع المراهنات والمسابقات اللي يؤخذ عليها مال أن هذا من القمار والميسر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ المال على ثلاثة أشياء: المسابقة عليها الخيل والإبل والرماية، لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، يجوز أخذ الجوائز عليها على المسابقين فيها، وما عداها فلا يؤخذ مسابقة على لا يؤخذ جائزة على مسابقة من المسابقات، لا كرة القدم ولا العدو على الأقدام ولا على أي مسابقة، ما يجوز. إنما بعض العلماء كابن القيم يقول مسائل الفقه، مسائل الفقه وحفظ القرآن يجوز أخذ الجوائز عليها، لأنها تدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وما عداها لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات، وهو ميسر وقمار وأكل للمال بالباطل. نعم.